وللمزيد من التفاصيل معي رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه اكويتي. اهلا بك استاذ رائد. اليوم طبعا ننتظر نتائج لعده شركات وكذلك بيانات اقتصاديه. هل ما هي بدايه توقعاتك لهذه البيانات والنتائج، وهل ستكون هي المحرك الرئيسي للاسواق خلال الفتره المقبله؟ يعني الاسبوع هذا اسبوع مهم جدا قبيل الانتخابات الامريكيه ب 3 نوفمبر، فعم نتحدث نحن عن حوالي 170 شركه امريكيه ستعلن ارباحها، على راسها مايكروسوفت، الفابت، ابل، وامازون. اليوم ننتظر مايكروسوفت، ومن المتوقع بشكل كبير ان تكون محرك اساسي لنشوف قطاع التكنولوجيا كيف يتعافى في الوقت الراهن، اضافه الى بعض البيانات الاقتصاديه المهمه متمثله بالديوربل جودز او السلع المعدة. ليش مهمة؟ لأنه نحن بنستطلع من خلالها كمية الأعمال المطلوبة خلال الفترة القادمة، لأنه السلع المعمرة تعبر عن ثقة بأن هناك تحسن في الأفاق المستقبلية، بالتالي مهم جدا إذا كان في عندي طلب حقيقي على السلع المعمرة في الفترة القادمة، إذن هناك تفاؤل بتعافي الاقتصاد، وخصوصا أنه لا تزال حزمة التحفيز لم يتم إقرارها أو الاتفاق عليها. نسمع بيانات إيجابية ولكننا نقترب أكثر إلى الانتخابات، وبالتالي ذلك يعلق الأمل. بالنسبة لأسعار النفط، أسعار النفط اليوم ارتفعت بعد تراجعها يوم أمس، هل ستستمر هذه الارتفاعات؟ يعني الارتفاعات اللي نحن ممكن نشهدها إذا ما كان هناك تناقص أو تراجع بعض الشيء في حالات الإصابة بكورونا، لأنه في عندي أيضا إعصار في خليج المكسيك سبب تراجع بالإنتاجات هناك بحوالي 12%، ولكن عندي في نفس الوقت عودة الإنتاج النفط الليبي بحوالي مليون برميل، فبالتالي يعني معادلة الطلب والعرض متوازنة في المستويات الحالية، من غير المتوقع أن تكون هناك تقلبات حادة على سعر النفط. نعم، إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا لك.